مرحبا مواليد برج الميزان معكم كارمن شماس كيف بده يكون الاسبوع الاخير من شهر شباط فبراير بهذا الاسبوع يلي هو الاسبوع الاخير من 22 حتى الاحد 28 شباط فبراير الشمس طبعا موجوده ببرج الحوت يلي هو بيت الشغل بالنسبه لكم في هذا الاسبوع فيني اقول انه هو اسبوع متعب اسبوع طويل واسبوع بيشغلكم وبيطلب منكم انكم تتعاونوا مع الناس اللي بيقدروا يساعدوكم مطلعوا في شغل في ضغط منتصفوا في نوع من فترة استراحة وفترة إيجابيات وفترة مكافئة شوي لإلكم لكن نهاية الأسبوع آخر يومين في هذا الشهر هي فترة كتير ضعيفة وفارغة من الحظوظ ولازم ترتاحوا خلالها تنبسطوا خلالها لحتى تشحنوا ذاتكم بالطاقة الإيجابية إذن في هذا الأسبوع أيضا في عنا فلمون في برج العذراء وذلك يوم السبت 27 الساعة 10 و 3 صباحا توقيت بيروت شو معناتها كل هيدي الأمور طبعا المزيد من التفاصيل بتلاقوها بالأبراج اليومية البداية التنين والتالتة تنين والتالتة القمر يلي هني 22 و 23 شباط فبراير القمر موجود ببرج السرطان يلي هو بالنسبة لكم النقطة الأعلى بالدائرة الفلكية يلي هي بعتبره من أهم المراكز أو المواقع الفلكية لأن دسمة وغنية بالطاقة إذا أنتم شاطرين ومحضرين حالكم هذه فترة بتغنيكم هذه فترة الإنسان بياخد فيها الكثير من المكافآت يعني المكافأة بتكون كتير كبيرة فإذا أنتم جاهزين تقدروا تاخذوا اهم المكافئات خلالها اذا ما نكون جاهزين احتمال انه ما تربحوا شيء حتى في احتمال انه يتاخذ منكم فبدكم تكونوا جاهزين الاثنين والتلاتة. لانه الشمس كمان ببرج موجوده في برج الحوت اللي هو بيت شغل مركز شغل يعني فيكم تقولوا انه التنين والتلاتة من قبل طلوع الضوء لاخر الليالي شغل 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 ركض ركض واحتمال يكون في شويه تعب الاربعه نفس الشيء حتى الساعة 12:30 الظهر توقيت العالمي يعني الساعة 2:30 الظهر توقيت بيروت فترة متعبة لأنه القمر بيكون بعده موجود ببرج السرطان ومفروض تكونوا واعيين محضرين حالكم ومش تاركين الأمور إنه يلا كيف ما كان تجي لو ألا تتركوا انطباعات كثير سلبية فحضروا حالكم وخلوا البسمة على وشكم الأربعة الساعة 12 ونص الظهر توقيت العالمي يعني 2 ونص الظهر توقيت بيروت القمر بيروح لبرج الأسد وهون بتبلشوا ترتاحوا خي وأخيرا ارتحنا زاحت هالغيمة شوي وبلشتوا ترتاحوا تاخدوا نفس عميق وتنفسوا الصعداء وبلشوا تتسلوا وتضحكوا شوي قبل ما كان لكم نفس تضحكوا فهلا مع وجود القمر ببرج الاسد ترتاحوا بتضحكوا بتقضوا وقت حلو بصير فيكم تتصلوا مع الناس تتواصلوا معهم بطريقه افضل بتبطلوا معجوقين بتطلطوا مستعجلين وهذا الجو الحلو بيبدا بيكمل عفوا كل يوم الخميس والجمعه حتى الساعه الجمعه 5 و المساء توقيت عالمي يعني 7 و المساء توقيت بيروت فترة وجود القمر في برج الأسد هيدي اللي عم بحكي عنها من الأربعة بعد الظهر للجمعة المساء هي أفضل فترة في هذا الأسبوع نصيحة مني إذا عندكم شيء كتير مهم في هذا الأسبوع لازم يكون خلال فترة وجود القمر برج الأسد بكرر من الأربعة ساعة 12.30 ونص الظهر توقيت عالمي Universal Time حتى الجمعة الساعة 5 و المساء التوقيت العالمي بينتقل من بعد القمر يوم الجمعة لبرج العذراء وصول امر لبرج العذراء معناتها انه خلص رن جرس الاستراحه البريك بطل في شغل بطل في شيء بطل في عجقه بطل في فعاليه بطل في حظ اقعدوا وارتاحوا وصلتوا على محطه القطار بتنزلوا شنط وبتقعدوا وبتنطروا ما فيكم تروحوا مطرح بلكم تقعدوا ناطرين ليوصل أمر لبرجكم يوم الاحد المساء اذا الجمعه الساعه 5 و المساء يعني و10 المساء توقيت بيروت حتى الاحد 9 و3 المساء توقيت بيروت القمر موجود ببرج العذراء فتره حذره ضعيفه متعبه صحيا ومهنيا لاعصابكم يمكن تحسوا حالكم انكم زهقانين ضجرانين أم أم يعني محبطين بعد مواليد برج الميزان ولكن في ناس تانيين بيقرروا انه ياخذوها بطريقه ايجابيه ويخلوا انه تكون هالفتره فتره فتره ترفيهيه بينبسطوا فيها بياخذوا قرار انه يضحكوا يحضروا اشياء بتضحك او يشوفوا اشياء بتضحك بتسليهم فخلال هالفتره ايضا في عنا فلمون في برج العذراء يوم السبت صباحا يلي معقوله ايضا يضوي على بعض النقاط الضعيفه عندكم يمكن تحسوا في بشعور بالنوستالجيا، بشعور بالتعب، بشعور بالزهق، بشعور بالوحده او بشعور بالرغبه بالاسترخاء والنوم كل الوقت وما تعملوا شيء بتاتا لانه ما لكم جلد حتى تركزوا. فتره بدكم تنتبهوا بشكل خاص صحيا وتنتبهوا من الناس المحتالين ومن الالتباسات، يلي عنده مواعيد، يلي عنده سفر بده يتاكد 100% من حجوزاته. الخبر الحلو انه الاحد آخر يوم بشهر شباط فبراير بتمام الساعة 9 المساء توقيت بيروت بيوصل القمر لبرجكم وعند إذن بتختموا شهر شباط وتبدأوا فترة حلوة كتير كتير نشيطة بآخر الساعات من هذا الشهر وما تنطروا خبر قبل ما يوصل القمر لبرجكم ما تتوقعوا أنه تحصلوا على الخبر أو النتيجة أو الجواب اللي بدكم إياه قبل ما يوصل القمر لبرجكم المواليد يلي بيضل عندها حظ اكثر من غيرها بسبب تاثيرات سحل والمشتري هي مواليد 1 2 8 9 و10 اكتوبر بدي اتمنى لكم اسبوع حلو على امل اللقاء مع الابراج اليوميه شكرا لكم باي باي